كاتريكس أيوب تسرب محادثة بينها وبين دكتور فود وترد على شروق لأول مرة، مهبولة ومريضة نفسياً. دقوا فيي ودقوا بالشرف اللي هو أهم شيء عندي، وأنا عاملة كل شيء بحياتي كرمال حافظ على هذا. تصدر اسم التيك توكر كاتريكس أيوب في الساعات القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قالته عنها التيك توكر شروق حول علاقتها بزوجها دكتور فود. وفي أول تعليق لكاتريكسا حول ما انتشر، خرجت عن صمتها في حديث مع إحدى القنوات اللبنانية وكشفت تفاصيل علاقتها مع دكتور فود، إذ قالت أنهما كانا أصدقاء قبل زواجه من شروق، واستغربت لاحقا أنه حضرها على تطبيق تيك توك وألغى متابعتها على إنستغرام لتسرب المحادثة بينهما. وفي التفاصيل جاء في الرسالة التي بعثتها كاتريكسا لدكتور فود: مرحبا كيفك، استغربت أنك عمل لي بلوك على تيك توك وانفولو على انستغرام، بس حبيت أعرف إذا في شيء أو بس هيك، لأن أنا عن جد بحترمك كتير وبحترم زوجتك وما عارف ليش شايلني عن انستا وتيك توك. بكل صراحة جسمي حلو، وجهي حلو، حبيت انشهر بهيك شيء. بنهار واحد كاتريكسا طلعت 15,000 دولار، وأقل يوم بتطلع 100 دولار. 15,000. هذا وردت كاتريكسا على اتهامات شروق لها، إذ قالت إنها مريضة نفسيا لأنها اعتبرت أن هذه الرسالة التي بعثتها كاتريكسا لدكتور فود بمثابة تحرش منها بدكتور فود وأن هناك علاقة تجمعهما. ولاحقا أطلت كاتريكسا في مقطع فيديو نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت فيه: ضليت نبش أنا ورفيقتي على آخر مساج بعتله إياها لدكتور فود يلي قالت عنها شروق إنه أنا بتحركش فيه لآخر زلمة بالعالم. مضيفة: كلكن بتعرفوا إنه صار في شغل بيناتنا، صورنا فيديو سوا ودفعلنا وما رجع صار شي بيناتنا، ونحن رفقة على السوشيال ميديا وما شفت منه شي غلط. بسألك يا شروق، أكيد حتحضر هيدا الفيديو، أنت عم تحكي هيدا الحكي عني، شو كنت عم تحسي؟ شو هالكره اتجاهي؟ مش بس انا، يمكن كتير بنات الغيره، المرض النفسي اللي عندك اياه لتتهمي بنات وتتهمين بشرفهم. وختمت كاتريكسا ايوب كلامها عن شروق بالقول: هاي المهبوله المريضه النفسيه بتحرف الحكي. مضيفه: اخر مساج بعتله اياها من 2023 ونحن هلا بال 2024، شو ذكركم فيه؟ شو خصني؟ الجدير ذكره ان شروق زوجة دكتور فود اطلت على متابعيها عبر تيك توك في بث مباشر وفضحت خيانه زوجها لها مع التيك توكر اللبنانيه كاتريكسا ايوب، مشيره الى انه ترك ابنهما الذي يبلغ من العمر 3 أشهر في الفندق ليذهب إلى حبيبته.